القانون بيدي أي مواطن مقيد في قاعدة بيانات الناخبين الحق في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لكن طبعاً في شروط وضوابط، وهي أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، أن لا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي، أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، أن يزكي المترشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيدوا ما لا يقل عن 25,000 مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1,000 مؤيد من كل محافظة منها. وعشان أي ناخب يؤيد أي مترشح عليه التوجه إلى أقرب شهر عقاري ومعاه بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي. بس خلي بالك إنه ممنوع قانوناً إنك تؤيد أكتر من مرشح، أو إنك تؤيد نفس المرشح أكتر من مرة. هما 9 شروط، لا أكتر ولا أقل. الهيئة الوطنية للانتخابات، شارك، صوتك هيوصل.